بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا دكاتره. معانا المحاضره الثانيه من سلسله محاضرات الاطفال النهارده، وهي عن موضوع زي ما وعدتكم عن السباينال كونديشنز. احنا بيجي لنا في عياداتنا حالات بيكون عندها سباينال ديفورماتيز او ابنورماليتيز، وزي السكوليوز، زي الكيفوزيس، كافو سكوليوزيس، كلام كده، وبالتالي عايزين نحاول نفهم عن الموضوع ده بعض الشيء. فبنقول ذا سباين is a vital structure for supporting the upright posture and human movement. تمام؟ طيب هو flexible السباين؟ اكيد. امال كنا هيحصل كل الحركات دي ازاي؟ The flexible column is the linking hub for our cranium. كويس؟ ال extremities, ال upper and lower extremities and the spinal cord والمخاع الشوكي, and transmit the body weight during locomotion, anchors our muscular core. كويس؟ مع بعضها, and bolsters normal chest and respiratory development. يعني السباين ده السنتر بتاع كل شيء، اللي هو كل حاجه او بيجمع كل حاجه مع بعضيها وبيمسك كل حاجه مع بعضيها وهو فليكسبل. It is important for the pediatric therapist to understand the developing spine as well as the role in managing and treating associated conditions. هو احنا بنتكلم في الاطفال فبنقول developing spine لان هو بيحصل له development over time في الشايلدهود وهكذا. طيب الاورثوبيديك كونسيرنز ارايز وين سباينال الاينمنت از اولترد باي كونجنتال اور اكوايرد تشينجز برودوسينج سكوليوزس كيفوزس اور لوردوزس. هنا اما بنلاقي في اورثوبيديك بروبلم, الاورثوبيديك بروبلم دي ان هناك تغيرات, التغيرات دي نشات عن حاجه كونجنتال كويس او حاجه اكوايرد, يعني حد حصل له مشكله later on بسبب حصل له faulty posture ان هو بيقعد غلط, حصل له fracture في فقره معينه زي شيرمان ديسيز او مثلا او ان من البدايه في حاجه congenital. تمام, each one or a combination of these conditions اللي هي السكلوز كيفوس لوردوزيس if left untreated may affect the child's pulmonary function. تخيل واحد عنده كيفوس او كيفوس كوليوز هيأثر على chest expansion, اكيد. Psychosocial well-being, المنظر الديفورمتي والانتراكشن مع الزملاء او زميلاته والطفل وكلام من كده برضو ده مشكله. كويس, potential for neck pain, اكيد لان في muscle imbalance, and life expectancy. Other childhood spinal problems include repetitive stress injuries, namely spondylolysis and non-specific low back pain اللي مش عارفين له سبب. Physical therapists play a vital role in the detection and treatment of spinal conditions. This chapter, الشابتر ده اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله, addresses the prevalence and natural history, identification, examination and treatment of these spinal conditions. يعني نتكلم على كل الحالات دي بالتفصيل, فده شيء مهم. Specific cases are presented to discuss the impairments and restrictions in activity and participation of children with spinal conditions. Physical therapy intervention is emphasized along with non-surgical and surgical management of these spinal conditions. فالشابتر ده يبقى شيق جدا ان شاء الله, واحنا اول محاضره مقدمه عنه. طيب تعالى نتكلم عن الديفلوبمنت اوف السباين عموما. يعني بيقول النولج اوف سباينال جروث از اسينشال ان نون سيرجيكال اند سيرجيكال تريتمنت اوف سباينال ديفورميتيز. يعني سواء طفل معمول له جراحه او حتى من عدم الجراحه, مهم جدا ان انا افهم الديفلوبمنت لان ده هيساعدني على المانجمنت. 3 كروشال فانكشن ار سيرفد باي ذا سباين. اول حاجه بروتكشن اوف سباينال كورد. سباينال كورد النخاع الشوكي ماشي فين؟ ماشي في السباينال كانال. فهنا السباين ده عامل بروتكشن ليه, دي رقم واحد. اتنين, اند النيرفز ذات اكستند فروم ات, النيرف روتس اللي بتطلع من السباين. ترانسميشن اوف البادي ويت. تمام, البادي ويت طبعا ما احنا عندنا هنا قلنا ايه, قلنا الكرينيوم او السكالي يعني, وعندي هنا الابر ترانك والترانزيشن بتاع الويت بتاع الابر اكستريميتي لللور بارت اوف ذا بادي اند سو اون. كويس, اند افليكسبل اكسس اوف موفمنت فور موفمنت اوف ذا هيد اند تورسو. تورسو اللي يقصد بيه ترانك يعني. ذا كيرفيشر ار استابليشد at various times. احنا عندنا الكيرفيشر بتاع السباين منها الكيفوتيك واللوردوتيك وكلام من كده زي ما هنقول. The thoracic and sacrococcygeal regions develop during the fetal period with the thoracic and lumbar curves continuing to develop during infancy. يبقى sacrococcygeal region كويس مع الثوراسيك
بيحصل لهم ديفلوبمنت اكتر فين؟ ديورنج الفيتال بيريود. لكن الثوراسيك واللمبر ليه؟ لان الفيتس واخد انهي جزء داخل الومب او داخل الرحم، كانه اللي احنا بنشوف منظر الفيتس كانه نايم داخل الايه الرحم. لكن الايه بقى الثوراسيك واللمبر كيرفز كونتينيوينج تو ديفلوب ديورنج ايه الانفانسي، هولدنج ذا هيد ابرايت فاسيليتيتس السيرفيكال كيرفيشر وايل سيتنج ابرايت اند ووكينج facilitates for motion of the lumbar curvature. Abnormalities in the spinal curvature such as kyphosis أو scoliosis may be caused by congenital defects أو حتى degenerative disease. بس degenerative disease طبعا مش هيبقى في الأطفال، ده يبقى later on life يعني. Spinal growth does not proceed in a uniform linear pattern. كويس. It is considered to be a dynamic process with periods of acceleration and deceleration. يعني هو معدل النمو او معدل الديفلوبمنت بتاع السباين مش ثابت، لكن هو مختلف، احيانا هيبقى accelerated واحيانا هيبقى decelerated. The smallest of errors may lead to complex malformation. حتى لو كان حاجه مشكله بسيطه في errors during development هتعمل complex malformation، ده طبعا اكيد. There are three periods of growth. الفيرست از فروم البيرث، من الولاده لحد الايج اوف 5 ييرز اوف ايج. المرحله الثانيه سكند از فروم 5 تو 10 ييرز اوف ايج. المرحله الثالثه فروم 10 ييرز اوف ايج انتل سكيليتال ماتوريتي. ذا فيرست اند ثيرد بيريودز ار تايمز اوف اكسلريتد جروث، اللي هي المرحلتين الاولانيين دول، ويز 5 تو 10 ييرز اوف ايج بينج ان ايرا اوف ديسلريتد جروث، اللي هي الايه يبقى هنا بنقول first to third، المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة دول accelerated growth. الديسيلريشن بيحصل في المرحلة اللي في الوسط، اللي هي المرحلة الثانية من سن 5 لسن 10 سنين. كويس. طيب in particular slowing of spinal growth، اللي هي المرحلة الديسيلريشن اللي من 5 to 10 years during the spinal pubertal growth sprout two third of growth is in the trunk with standing height increasing. كويس. يعني ايه؟ احنا عندنا في مرحلة كده بيحصل فيها نمو مفاجئ ونمو سريع وقوي. في المرحلة بتاعت اللي هي مرحلة البلوغ الاسباينال بيوبرتال جروس دي، حوالي تلتين من الجروس ده بيحصل في الترنك with standing height. الستاندنج هايت بيزيد بمعدل 1.4 من 10 ل 1.5 سنتي كل سنة. ماشي. طيب this rapid growth is the reason that spinal deformities worsen substantially during the pubertal growth spurt. يعني بيقول لك هو ليه مرحله الادولسنس والبيوبرتي وكلام من كده اكتر مرحله مشهور فيها ان يكون في spinal deformity. ليه؟ لان بيحصل growth وانكريس في الهايت زي ما احنا قلنا بمعدل 1.4 ل 1.5 سنتي بير يير، والستاندنج هايت بيزيد، فهي في المرحله دي فهي اكتر مرحله ممكن يحصل فيها مشاكل في spinal deformities. البيك growth velocity كويس differs between males and females. الديفلوبمنت بتختلف. males between سن 13 and 15 years of bone age and females mainly between 11 and 13 years of a bone age are considered to be acceleration phase of growth. And من سن 13 ل 15 و 15 في البويز و 15 ل 17 في الجيرلز respectively are considered the deceleration phase of growth. يبقى انا هنا اما بتكلم على gender difference قلنا مرحلة الاكسلريشن في الميل ما بين 13 و 15 في البون جروث او accordingly increase في البون ايج يعني، وفي الفيميلز من سن 11 ل 13. طب والديسيلريشن في البويز من 13 ل 15 وفي الجيرلز من 15 ل 17. A fused area of the spine does not grow longitudinally. The surgeon therefore considers the information on spinal growth potential for each individual A case. ماشي. تعال نتكلم بداية عن السكوليوزيس. السكوليوزيس هو عبارة عن ايه؟ lateral curvature of the spine، سواء كان واخد بقى C shape سواء كان واخد S shape وهكذا. طيب detection and clinical examination. Screening for scoliosis through school is not legislated nationally. هو بيتكلم هنا على امريكا لان الكتاب ده امريكي، فهو بيتكلم على الناشونال يعني على مستوى كل الولايات، يعني ان المفروض كان بيحصل screening او فحص
لكل الناس، فهو قانونا لسه مش في كل الولايات يعني. In state, individual states set their own legislation or recommendation during screening. طيب من سنة 2019 بنقول 15 ستيت مانديت سكريننج بقى، يعني بقى اساسي وضروري وبحكم القانون، تمام. Also screening procedure are not standardized between the states in terms of frequency and timing. Early detection of scoliosis is the main goal of screening allowing for less invasive treatment including decreased risk for surgery. هو ليه هما بيعملوا سكريننج وليه بيعملوه بحكم القانون وكلام كده؟ ليه؟ لان هما عايزين يعملوا ايرلي ديتكشن اوف سكوليوزس بحيث ان هما يعملوا كونزرفاتيف تريتمنت ليتر اون يتجنبوا الجراحه. فولوينج ذا ريكومنديشن اوف ذا يو اس بريفلنت سيرفيس تاسك فورس البروفيشنال سوسايتيز انكلودنج الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس والامريكان اكاديمي اوف اورثوبيديك سيرجنز سكوليوز ريسيرش سوسايتي البيدياتريك اورثوبيديك مش عارف ايه no longer recommend scoliosis screening. ياه كل دول تمام. طيب ال يو اس مش عارفه ايه ده concluded that the literature does not provide sufficient evidence to merit scoliosis screening of asymptomatic adolescents. يعني بعض الهيئات بترى ان موضوع السكريننج ده مش مهم يعني تمام. however خصوصا الناس اللي ما عندهمش اعراض او مظهر عليهم اعراض. however the society do not support recommendation against scoliosis screening and acknowledge the benefit of clinical screening including the potential to affect the curve progression by embrace treatment as well as earlier detection of severe deformities requiring surgical correction. يعني يا جماعه هم السوسايتس دي مش بيريكومند السكريننج لكن هم مش اجينست السكريننج، بيقولوا لو خلاص لو هيتعمل سكريننج بحيث نعمل ايرلي ديتكشن للمشكله ونتجنب السيرجيكال انترفينشن ونتجنب ماشي زي الفل، بس مش لازم يكون مانديتد، مش لازم يكون بالعافيه يعني. مور ريسنتلي ذا سكوليوزيس ذا سوسايتيز هاف requested مش عارفة ايه to re-evaluate their position setting the evidence on all early bracing and decrease the need for surgery in turn this has promoted to review their data مش عارف ايه مش مهم. المهم ان كان نجريني ده and ايتال يعني بحث اتعمل reported that studies supporting screening are of moderate level evidence while studies opposing it are of low level evidence. وبالتالي screening ده شيء جميل وشيء مهم. those who malalign screening set with the increased possibility of over-treatment of various types and risk of psychological harm while supporters would prefer to make improvement in the screening process. يعني هم عايزين يقولوا ايه؟ بعض الناس psychologically مش مرتاحين يتعمل لهم screening لحاجة زي كده. فاحنا عشان كده بنحاول نأفويد. تاني حاجة ان السكريننج ده ممكن يعمل يعني اوفر تريتمنت يعني تريتمنت ويكون الشخص ده مش محتاجه او يعني مش او بهذه الكثره تمام. ريكومنديشن ستيتمنت فروم ذا يو اس بريفنتيف سيرفيس تاسك مش عارفه ايه ببلش سنه 2018 ريبورتد ذات فولس بوزيتيف ديكلايند فروم 21.5% تو 0.8 percent when the Adams forward bend test was performed with instrumentation such as a scoliometer versus when the test was performed in isolation without the scoliometer. هو جهاز اسمه سكوليوميتر انا ما اعرفوش شخصيا بس ممكن يكون هيبقى معانا قدام هنشوفه ان بيتعمل بيه سكريننج. احنا عندنا ساعات احيانا بعض التست في الاستاتستكس اسمها الفولس بوزيتيف. فولس بوزيتيف يعني انا اعمل تيست وتيست يطلع بوزيتيف وشخص ما عندوش مشكله فهم بيسموه فولس بوزيتيف. يعني حد عنده كورونا مثلا كويس عنده مشتبه ان اعراض كورونا كويس فجيت عملت مسحه المسحه دي قالت ان المسحه طلعت بوزيتيف كويس ولكن هو ما عندوش كورونا فده بيسموه فولس بوزيتيف كويس. ودي من طرق الستاتستكس اللي احنا بنستخدمها السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي تيستينج بس ده مش موضوعنا دلوقتي ماشي. طيب when the Adams forward bend test was performed with instrumentation such as a scoliometer ده versus when this was performed in isolation ماشي without a scoliometer the societies advocate that screening be performed by a screener who is a well trained and that girls are screened at both 10 and 12 years old ماشي and boys at 13 or 14 years old. يعني هم recommendation ان البنات اللي عملوهم screening سن 10 و12 سنة
والبويز عن سن 13 و14 سنه كويس، ولازم يكون سكيلد سكرينر، يكون هو فاهم في التيست ده اللي بيتعمل. ان اب فور سمارت فونز هاز بين ديفلوبد باي شرينرز هوسبيتال فور تشيلدرن فور بارنتال سكرينينج كولد السباين سكرين. حتى عملوا اب على الموبايل اللي ممكن يستخدمها البيرنتس على السمارت فون بتاعهم اسمها سباين سكرين. It is used to perform the preliminary scoliosis screening at home by moving the phone along the child's spine. It also has general information about scoliosis and its treatment. It is free and available in App Store. انا حاول انزلها، عجبتني انا معلومه بكل، احنا بنستفيد، انا بستفيد وانتم بتستفيدوا. ننزل السباين سكرين اب دي نشوفها اذا كانت فري فعلا ولا لا، ونشوف اذا كان الواحد يقدر يعمل بيها سكريننج او ديتكشن لسباين بتاع حد، وشوف ايه الاخبار كده. يا ريت اللي يجربها يعلمنا بيها. Children with asymmetries should be referred to an orthopedic surgeon with an interest in and acknowledge of scoliosis for a baseline evaluation. An examination begins with complete patient history. باخد الهيستوري ده في اي examination في الدنيا. To obtain information regarding the curve detection, الفاميليال كونديشن، هل في يعني من امتى بداوا يشوفوا ان في كيرف ده ابنورمال، يا ترى في حالات زي كده مماثله في الاسره. الجنرال هيلث عموما عنده مشاكل ثانيه، لان اند فيزيكال ماتوريتي، الماتوريشن ما هنقول الموضوع مرتبط شويه بالبيوبرتي. ذا اكزامينر اولسو ايفالويت ساينز اند سيمبتومز اوف اني اندرلاينج ديزيز اند نورولوجيكال ستاتس. ذا فيزيكال اكزامينيشن انكلودز اسيسمنت اوف جنرال الاينمنت انكلودينج الشولدر والبلفيس سيمتري، اخبارهم ايه، في شولدر عالي عن الثاني واطي عن الثاني، البلفيس وضعه ايه، سباينال الاينمنت باي فورورد بين تيست كويس، الترانك كومبنسيشن يوزنج بلامب لاين، احنا عارفين بلامب لاين ده بيبقى حاجه نازله من السقف كده، فانا بشوفها من الفيرتكس لحد بشوف الاينمنت بتاع السباين بي. اند ليج لينث ميجرمنت، لان احيانا يكون الديسكريبنسي او السكوليوز بسبب ان في ليج لينث ديسكريبنسي، في رجل اقصر من الثانيه هي اللي عامله هذه المشكله. ذا انترناشونال ساينتفك سوسايتي اون سكوليوزز اورثوبيديك، انا مش عارفه ايه، سنه 2016 قال ايه، include the assessment of joint laxity in their recommendation, stating that joint laxity is more commonly seen in girls with idiopathic scoliosis than controls. They بصوا يا جماعه، لو ان الجيرلز اللي ما عندهم idiopathic scoliosis يعني سكوليوز غير معروف سببه، عندهم joint laxity عاليه. تمام، طيب ايه تاني، they delineate that there is no direct relationship to joint laxity and scoliosis prevalence او الكيرف سايز او الباترن اور اللينث. The magnitude of a rib hump is quantified using the scoliometer. هو اما بيبقى في rib hump يعني معناه ان في ribs بارزة كده لورا على الرايت او ليفت according to the curve اللي موجود، بستخدم السكوليوميتر ده with the Adams forward bend test عشان اشوف الماجنيتيود قد ايه. During the Adams forward bend test ان شاء الله اكيد هيبقوا ذاكرين الحاجات دي هنعرفها. During the Adams forward bend test the child stands with their feet together and the arms out at the shoulder height with their palms touching and slowly bends forward until their spine in parallel with the floor. والسكوليوميتر figure 10 او ادي السكوليوميتر اهو، ده السكوليوميتر بيسموه السكوليوميتر كويس. An inclinometer designed by panel is placed over the spinous process. السكوليوميتر ده هو inclinometer كويس. At the apex of the curve to measure the asymmetries in the sides of the trunk by measuring the axial trunk rotation. The axial trunk rotation correlates with the severity of scoliosis. A minimal measurement of at least 5 degrees by the scoliometer is considered a good criterion for identifying lateral curvation of the spine مع الكوب انجل، دي اسمها الكوب انجل اللي بتتحسب كويس، of 20 degrees or greater. ماشي، يعني على السكوليوميتر كويس لو كان في 5 degrees يعني abnormality تقريبا دي تماثل حوالي، ده اللي انا فاهمه يعني حوالي 20 degrees على الكوب انجل كويس. Therefore a scoliometer reading of 5 to 7 degrees or greater warrants further evaluation. يعني لما استخدم السكوليوميتر ولاقي ان في abnormality 5 to 7 degrees، لا ده عنده محتاج further evaluation، ده في مشكله هنا.
and is an indication of for a radiograph ان يتعمل اشعه على السباين زي ما احنا شايفين. Sensitivity and specificity have been shown to be more than 70% for curves less than 10 degrees and greater than 90% for curves than 20 degrees. ماشي؟ طيب الراديوجرافس بقى initially two standing views. الاشعه اللي بتتاخد بقى two standing views lateral and posterior or anterior are used to determine the location, التايب والماجنتيود بتاع الكيرف. اللوكيشن يعني هو عايز يقول هو ده ثوراسيك ده في اللمبر ده فين بالظبط كويس وشكله ايه والسكيليتال ايج يعني السكيليتال ماتوريتي. ذا لاترال فيلم از تيكن تو اسيست فور كونجينيتال ديفورميتي اند مي نوت بي ريكوايرد ات السبسيكوانت ايفالويشن. هو في الاول لازم ياخد تو فيوز لاترال وي بوستيريور او انتيريور ده لازم في البدايه. ممكن في الفولو اب بقى مش محتاجين اللاترال ماشي. وايل ذا بوستيريور او الانتيريور فيلم از يوز تو اسيس الكيرف ماجنيتيود الستاندنج راديوجرافس ار كونسيدر تو بي ذا جولد ستاندرد. دي اهم حاجه. هاويفر دو نوت اكيورتلي جيف ا 3 دايمنشنال ريبريزنتيشن. ذا سباينال كيرفيشر از ميجرد يوزنج الكوب ميثود اللي هي الكوب انجل دي كويس. To complete the measurement, the superior end blade of the most cephalic vertebra of the curve, whose upper surface maximally tilt towards the curve concavity, and the inferior. بصوا يا جماعة في حاجة اسمها الكونكافيتي اللي هو ده مقعر واللي بره ده اسمه الكونفكس. يبقى ده اللي بالأحمر ده كونفكس واللي بالأزرق ده الكونكيف. فهو بيقول لك ازاي بيحسب الكوب انجل يعني بيشوف اكتر فقره هنا ما يعني مايله ناحيه الكونكافيتي وبيشوف الابر بوردر بتاعها وبياخد خط كده تمام. وهنا برضو بيشوف يعني اخر فقره هنا ناحيه الكونكافيتي وبيجي على اللور بوردر بتاعها وبياخد خط كده وبيحسب الزاويه دي. صح كده ولا لا؟ هنشوف. ماشي. طيب ايه تاني؟ and دي سيفالد الفيرتبري يعني معناه سيفاليك توورد يعني توورد الهيد كويس. كودال توورد الايه التيل او يعني تحت. اوف ذا كيرف هوز ابر سيرفيس ماكسيمالي تيل توورد ذا كيرف كونكافيتي والانفيريور اند بليت اوف موست كودال فيرتبري اللي تحت وذ ماكسيمال تيل توورد ذا كونفيكستي توورد ذا كونفيكستي ار ايدنتيفايد. يعني ايه؟ يعني عكس بعض يا جماعه. احنا قلنا هنا كونفكستي صح كده. تاني الازرق ده كونكيف الاحمر ده كونفكس. فهو هنا بيعمل ايه؟ بيشوف الفيرتبري دي اللي هي سيفاليك يعني تورد الهيد اكتر واحده متحركه ناحيه الكونكيف ماشي. وهنا وبياخد خط عند الابر بوردر بتاعها. وهنا بيشوف الكودال دي اللي هي اكتر فقره متحركه ناحيه الكونفكس وبيجي على الايه اللور بوردر بتاعها وبياخد خط وبيحسب ماشي. انا اول مره اعرفها حقيقه يعني. طيب ايه تاني؟ The degree of curvature is measured as the angle formed by the intersection of lines drawn perpendicular to these figure 10A2. ماشي. الناس بقى اللي شاطره في البتاع ادي خط اهو مرسوم وادي خط مرسوم. باخد خط عمودي عليه من هنا وبعدين باخد خط عمودي عليه بيربنديكولار كويس وبالتالي بحسب هنا الانجل. يبقى كوب ميثود اوف ميجرنج ذا انجل اوف كيرف ان سكوليوزيس بي ذا كوب ميثود اوف ميجرنج ذا كيرف انجل اوف سكوليوزيس از سين اون ذا اون ذا راديوجراف on the radiograph ماشي. بس يعني ده كده. طيب وطبعا هو واخد هنا الايه الكده. هنتوقف عند كده عشان خاطر المحاضره ما تبقاش طويله وهنستكمل ان شاء الله في موضوع جديد. شكرا ويا رب اكون قدمت اي حاجه مفيده وتكونوا استفدتوا. وانا شخصيا استفدت من الايه من المعلومات الجديده اللي انا قريتها النهارده. شكرا جزيلا.